أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أن قطاع السينما يعد أحد قطاعات الاقتصاد الإبداعي الواعدة، وهو ما يحتم رفد هذا القطاع بالمعرفة وتمكين المواهب البحرينية المتميزة في جميع مجالات صناعة السينما لتعزيز الإنتاج المحلي الذي يعكس ثقافة المملكة وهويتها وإرثها التاريخي. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الإعلام خلال افتتاحه أعمال الدورة الثالثة لمهرجان البحرين السينمائي 2023، والذي يقام هذا العام تحت شعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام، بحضور عدد من كبار المسؤولين والإعلاميين والفنانين ونخبة من نجوم السينما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي. وقال سعادة وزير الإعلام إن انطلاقة مهرجان البحرين السينمائي 2023 بعد مرور 100 عام على دخول السينما إلى البحرين يمثل دلالة واضحة على ريادة المملكة في هذا المجال، ولتكون الخبرات المتوارثة على مدى العقود الماضية الأساس الذي ينطلق منه جيل اليوم من المبدعين والفنانين. وأضاف سعادته أن المهرجان يهدف في دورته الثالثة إلى وضع المملكة على خريطة المهرجانات السينمائية في المنطقة، والحفاظ على دور السينما في نشر قيمنا وتراثنا وإيصال رسالة مملكة البحرين وثقافتها لبلدان العالم كافة. وبيّن سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تمتلك مقومات النجاح في قطاع صناعة السينما، حيث كانت منذ سبعينيات القرن الماضي حاضنة للإنتاج السينمائي لكبريات شركات الإنتاج العالمية، منوها إلى حرص وزارة الإعلام على تهيئة المناخ الاقتصادي والإبداعي اللازم لنجاح المشاريع الاستثمارية النوعية في هذا المجال ودعم القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية لتنمية القطاع الإبداعي في المملكة. ثم ألقى أسامة آل سيف رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما رئيس المهرجان كلمة أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لسعادة وزير الإعلام على رعايته ودعمه لمهرجان البحرين السينمائي، مؤكدا أن المهرجان يشكل فرصة مواتية لتأهيل شباب البحرين الفنانين والمبدعين من خلال الاطلاع والانفتاح على العديد من التجارب السينمائية الرائدة والمتميزة على المستويين الإقليمي والدولي. ثم قام سعادة وزير الإعلام بتكريم عدد من الفنانين وصناع السينما البحرينيين والعرب احتفاء بعطاءاتهم المتميزة عبر مسيرتهم الفنية والسينمائية الحافلة، كما تخلل حفل الافتتاح عرض عدد من الأفلام التي تعكس أوجها الشراكة مع مؤسسات الإنتاج السينمائي. والله الحمد لله اليوم مجتمعين في هذا اللقاء الطيب في افتتاح مهرجان البحرين السينمائي. حقيقة الأجواء جميلة والطاقة الإيجابية الكبيرة اللي نشوفها اليوم شجعنا جميعا على أن احنا نعمل المزيد من أجل وضع الأسس القوية لبناء صناعة سينما على أسس عالمية، والانتقال إن شاء الله بإذن الله من نموذج الهواء إلى نموذج الاحتراف بإذن الله. اليوم هذه خطوة مهمة، عندنا الكثير من المشاركين في هذا المهرجان من زملائنا في مجلس التعاون والدول العربية، هناك أيضا خبراء دوليين يشاركون في الورش المصاحبة. حقيقة تنظيم جميل وفائدة إن شاء الله بتعمل الجميع، وخطوة إن شاء الله نبتدي بها إلى مستقبل جميل. هاي الحمد لله كله يصب في تنفيذ الرؤية اللي يضعها سيدي جلالة الملك للارتقاء بقطاع الإعلام وقطاع الإنتاج الإبداعي، والخطط اللي يضعها مجلس الوزراء بقيادة سيدي سمو العاهل رئيس مجلس الوزراء. إن شاء الله بإذن الله من خلال مثل هذه اللقاءات بسواعد الشباب والشابات البحرينيات وزملائهم وأخوانهم من الخليج والوطن العربي نحقق إن شاء الله هذه الرؤى إن شاء الله بأفضل صورة ممكن.